العراقية على وزارة التعليم العالي لا يبدو أنها ستصل قريبا إلى نهاية، فكتلة الحوار الوطني المنضوية تحت القيمة العراقية اتهمت الوزارة بممارسة إقصاء ضد فئة معينة من أساتذة الجامعات، متهمة الوزير بالعمل لصالح حزب الدعوة الذي ينتمي إليه. وصلت الإقصاءات في جامعة تكريت لوحدها 228 أستاذ جامعي من حملة الشهادات العليا. مسألة سياسية، مسألة حزبية، ويعني هناك ما زال العقدة السياسية والعقدة الحزبية موجودة يبدو في ذهن السيد وزير التعليم العالي. هو اليوم وزير للتعليم العالي للعراق وليس لحزب الدعوة أو لحزب آخر. جبهة الحوار أكدت أنها ستشكل لجنة لتقصي الحقائق مكونة من نواب الكتلة وقياداتها، مهددة بالخروج بتظاهرة كبرى في حال لم تتوصل إلى الحلول. وفد كبير من قيادة جبهة الحوار وكتلته النيابية ووزراء سيتوجه إلى صلاح الدين وسيناقش الأمر مع جميع الأطراف هناك، وإذا اضطرت الأمور أن نخرج بتظاهرة كبيرة في صلاح الدين سوف نخرج بتظاهرة كبيرة. وتقول وزارة التعليم من جهتها أن الأساتذة الذين يدور الخلاف بشأنهم هم أما من المتجاوزين للسن القانونية أو من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة، بينما يقول المدافعون عنهم أن الخبرات العلمية يجب أن تستثنى من القوانين.